السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الكرام، سوف نقوم بتشغيل مشغولة على ماكينة سي إن سي فانوك أو آي تي. نبدأ بفتح البرنامج، نقوم بتصفير المحاور إكس، بعد إلغاء زر الإمرجنسي الطوارئ نصفر المحاور إكس وزد، وأيضا تصفير الرأس. بداية نقوم باختيار أداة القطع، وإضافتها، ثم نقوم باختيار المشغولة، أبعاد المشغولة 120 ب 90، بعد اختيار المشغولة نقوم أو أبعاد المشغولة نقوم بتحديد العمل من خلال المركز المشغولة، بداية العمل من خلال المركز المشغولة. الآن ننتقل إلى Offset Setting، اختيار الأبعاد الجديدة، من ثم الآن ننتقل لاختيار البرنامج خلال البروجرام. الآن نبدأ بالتشغيل سطر سطر، طبعا السطر الأول نداء العدة أو نداء أداة القطع، السطر الثاني نقوم بتشغيل الظرف اتجاه عقارب الساعة، ثم الحركة السريعة المحور X، ثم رأس العدة موجود الآن على النقطة Z 50، ومن ثم تنفيذ الجي 71، الآن تحديد البلوكات التي سيستهدف الجي 71، البلوك رقم 10 وحتى البلوك رقم 20 مع ترك سماكي للترعيم قدرها 0.2 مم على المحور X، 0.1 على المحور Z هي على وجه القطعة. انتهاء رسم المسار المحدد، تحرك بسرعة إلى نقطة آمنة على X مع إيقاف، انهاء البرنامج.